السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قالت الصحف. البدايه كالعاده مع الصحف الجزائريه واهم ما ورد في الصحافه الجزائريه، البدايه مع جريده الحياه. العنوان الاساسي في صدر الصفحه يتعلق طبعا بالبكالوريا وهذا الجدل الكبير حول امتحانات البكالوريا، والعنوان نحو الغاء البكالوريا وتنظيم دورة أخرى في شهر جويلية. مجلس حكومي مصغر مرتقب يرأسه سلال ويحضره ثلاثة وزراء لاتخاذ هذا القرار. عنوان آخر، شكوك قوية حول تورط موظفين وأساتذة بمركز الامتحانات والمسابقات في القبة وتيليملي. عنوان آخر في أعلى صفحة كذلك، محسن بالعباس يقول أن النظام السياسي يتخبط. نمر إلى جريدة الحوار، والعنوان الرئيس في هذه الجريدة يتعلق بالوضعية داخل تنسيقية الأحزاب، أعضاء من التنسيقية تلاعبوا بالرأي العام. هذا طبعا الكلام لرئيس حزب جيل جديد جلال سفيان الذي يخرج عن صمته ويكشف لجريدة الحوار هذا الكلام. يقول الحكومة الائتلافية والتشريعيات سبب انسحابنا من التنسيقية. كما يقول لا، أنا جيل جديد لا يمكنه تبني مواقف سياسية تعارض قناعاته. كيف نرفع راية المعارضة لسنتين ثم نشارك في التشريعيات؟ ولهذا رد المكلف بالإعلام في حركة حمص، يقول إن انسحاب جيل جديد لن يؤثر على تماسك التنسيقية. في نفس الجريدة في أعلى الصفحة، قرار إلغاء بكالوريا 2016 من عدمه هو بيد الرئيس رئيس الجمهورية. نمر إلى جريدة الجزائر، والعنوان مرة أخرى يتعلق بالبكالوريا. وزارة التربية تتوعد بمحاسبة المتورطين في فضيحة البكالوريا سنة 2016. كشفت عن إقصاء 1000 مترشح، والأمن يحقق مع الأساتذة معدي أسئلة البكالوريا. في عنوان آخر، اجتماع فيينا يخيب آمال الجزائر ودول الخليج. وكذلك نقرأ في نفس الصفحة، كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالمقاومة الشمولية والفاعلة للجزائر. المشوار السياسي عنوانها الرئيس يتعلق بالجيش. الفريق قايد صالح يرسم مفاتيح التفوق لضباط الجيش. دعا المتخرجين من الأكاديمية العسكرية لشرشال لكسب رهان النجاح. ثم نعود مرة أخرى لمسألة التنسيقية في أعلى الصفحة، الانتخابات المحلية والتشريعية تفكك التنسيقية. أعلى الصفحة كذلك الخبر حول البكالوريا، الضبطية القضائية تحقق في فضيحة البكالوريا، منعت إطارات الديوان الوطني للمسابقات من مغادرة أو دخول المقر. في أسفل الصفحة نقرأ كذلك، مكتتبون من عدل واحد تخلفوا عن استلام مفاتيحهم. طبعا هذا تصريح لتبون الذي يبدي استغرابه، وهو طبعا تبون وزير السكن الجزائري. عنوان آخر يتعلق بالإقامات الجامعية تطرد الطلبة إلى الشارع، استنكار واسع في صفوف وحجار مطالب بالتدخل العاجل. فيه مشكل واضح في مسألة الإقامات الجامعية. جريدة أخبار اليوم مرة أخرى عودة على بدأ، والحديث حول الامتحانات البكالوريا، أولياء يصرخون وتلاميذ محبطون، تسريب مواضيع الباك استمر في اليوم الأخير وبن غبريت تغرق. عنوان آخر كذلك يتعلق بالجيش، خطوة عملاقة في مسار احترافية الجيش، قايد صالح يشرف على تخرج دفعات من ضباط أكاديمية شرشال. و يحيى يتحدث عن أنه مرتزقة يخططون لضرب الجزائر، وعنوان آخر تنسيقية المعارضة تنفجر بسبب حسابات الانتخابات والتشريعيات. نمر الآن إلى جريدة البلاد، نحو دورة ثانية للبكالوريا، فضيحة تسريب المواضيع على مكتب سلال. 150 صفحة فيسبوك متورطة في قضية التسريب،
والنقابات تطالب بتنظيم دورة ثانية للمواضيع المسربة. الأساتذة يرفضون تصحيح أوراق بكالوريا مغشوشة. ومرة أخرى أويحيى يتهم فرنسا والمغرب بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر. عنوان آخر يتعلق بالمخابرات. هيكلة جهاد المخابرات أعطت دفعا قويا لمكافحة الإرهاب، وهذا حسب الخارجية الأمريكية التي تؤكد أن 5 تنظيمات متطرفة تهدد الجزائر. ثم عنوان ثاني، ترحيل قانطي حي الكروش بالرغاية وقريقوري بالقبة طبعا من مساكنه. الخبر العنوان الرئيس فيها الخبر والوطن، تمنعان من تغطية جنازة زعيم البوليزاريو. في أسفل في أعلى الصفحة، تقرير الخارجية الأمريكية، الأسواق المالية الموازية في الجزائر قد تمول الإرهاب. ثم نعود في نفس الخبر إلى التلاميذ ضحية صراع في أعلى هرم السلطة، طبعا في علاقة دائما بالبكالوريا. وتقول علامات استفهام تحيط بتسريبات أوراق البكالوريا سنة 16 و 2000. محسن بالعباس يتحدث مرة أخرى ويقول أن وضع الجزائر يحمل مؤشرات حمراء. جلالي سفيان، انسحبنا من التنسيقية لكننا باقون في هيئة التشاور. وسؤال آخر حول صالون الجزائر الدولي، النسخة الفاشلة. خطط تقشف الحكومة تنعكس على واجهات الاقتصاد. والدليل طبعا صالون الجزائر الفاشل حسب الصحيفة. ثم خبر رياضي، الخضر في المستوى الأول لتصفيات مونديال روسيا. جريدة الفجر مرة أخرى، طوارئ بديوان مسابقة الامتحانات. مجلس حكومي مصغر في الساعات المقبلة للفصل في قرار إعادة البكالوريا. تبون وزير السكن الجزائري يقول سنطوي ملف سكنات عدل واحد قبل نهاية 16 و 2000. في أعلى الصفحة، 10,000 حالة عنف ضد الأطفال سنة 2016، ارتفاع طبعا لهذه الجرائم. ثم خبر آخر يتعلق بكتابة الدولة الأمريكية التي تقول أن الجزائر تحارب الإرهاب والخطاب الديني المتطرف باستراتيجية ناجحة. جلالي سفيان مرة أخرى، الفجر تناولت ملفه وتصريحاته التي يقول فيها أن مقري يريد، طبعا زعيم حمص، يريد حكومة ائتلاف مع السلطة بتزكية من التنسيقية. ويعود الحديث، أزمة الاختناق ترهن مشروع العاصمة لا تنام. كان هناك مشروع اسمه العاصمة لا تنام، لكن واضح أنه الحكومة فشلت حتى في فك هذا الاختناق الذي تعيشه العاصمة الجزائر. زوخ يطالب بتحيين المخطط الاستعجالي للقضاء على فوضى المرور بالعاصمة. وإحصاء 2619 منزل متضرر من زلزال المهوب بالمدية. ارتفاع أسعار المشروبات دون مبرر أيام قبيل شهر رمضان، هذا حسب جمعية حماية وإرشاد المستهلك التي تدعو للمقاطعة الذاتية. صحافة ناطقة بالفرنسية مع جريدة الوطن، تعود افاك لي ريفوجي الجيريا اونالمون، تتحدث عن طبعا اللاجئين الجزائريين في ألمانيا. الحديث آخر عن المتعلق بحوادث الطرقات في لاغوات، 33 مور اي 22 بليسي دون زان غراف اكسيدون دو لا روت. يعني مرة أخرى الطريق يعود يقتل في الجزائر مع كل الأسف والترحم على الضحايا. جريدة ليبرتي كذلك تتحدث على أن لاج دو ديبار على ريتريت نو سارا بلو ريليفي، نو سارا با ريليفي. وبالتالي الباك نفس المشكل. الجريدة كالعربية كالجرائد العربية كلها توقفت عند مسألة الباك بتاع 2016 ان فويت ماسيف اي اورغانيزي حسب جريدة ليبرتي. للتعليق إذا مشاهدي الكرام على العناوين الواردة في الصحف الجزائرية، لكن الواضح أنها أهمها ركزت على البكالوريا ومسألة ما يحدث داخل التنسيقية والخبر المتعلق كذلك بحوادث الطرقات. سنقف عند هذه المواضيع الثلاثة مع ضيفنا من الجزائر السيد علي ذراع، الناشط
الإعلامي المستشار الإعلامي. مرحبا بك أستاذ علي. خلينا نتحدث شوية على البكالوريا. هناك طبعا بداية صحف كثيرة تحدثت عن البكالوريا والتسريبات التي حصلت، ليس هناك قرار إلى حد الآن حول ماذا ستقرر الحكومة نتيجة هذه التسريبات التي أثرت طبعا على البكالوريا. لكن هناك بعض الجرائد، قبل ندخل في المواضيع يعني بدقة، هناك بعض الجرائد أغفلت الحديث تماما تقريبا عن هذا الموضوع، ومرت الحديث عن مواضيع أخرى سياسية مثل جريدة الحوار التي تتحدث عن التنسيقية وعن تصريحات جلالي سفليان حول هذه التنسيقية. بتقديرك لماذا اختلفت بداية الاختيار العناوين بين هذه الصحف؟ البكالوريا هي القضية الرئيسية في الجزائر، لكن بعض الصحف ارتأت عدم الخوض فيها، لماذا بتقديرك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية إلى المشاهدين تاع قناة المغاربية وإليك شخصيا. مرحبا. اعتقادي أن الموضوع الأهم حاليا حسب الأحداث هو أحداث البكالوريا، أو الغش الذي وقع في يخص البكالوريا. نعم. منظومة التربوية هي أهم منظومة في نظام الحكم ككل. نعم. كل الأنظمة ترتكز على تربية الأجيال وكيفية تأثيرها وكيفية تكوينها. فإذا أنظمة الحكم فشلت في هذه المهمة، معناها أن فشلت في كل مسارات الحياة العامة. وكل مشاكل اليومية اللي يعيشها المواطن. تنظيم البكالوريا هو تنظيم حكومي، ليس تنظيم قطاعي. نعم. يهتم به كل القطاعات الموجودة في الوطن. من مصالح الأمن إلى المصالح البريد إلى مصالح الشرطة إلى مصالح الإدارة، وكل الوزارات مجندة لإنشاء هذه المهمة. فإذا فشلت هذه العملية وتسربت أسئلة البكالوريا، معناه أن أسرار المجتمع أصبحت في الشارع، ليس هناك سر للمجتمع. إذا كان أسرار البكالوريا لم تصبح محمية، فالمجتمع في حد ذاته يصبح مهدد بالزوال، يصبح مهدد بالخطوره. يعني طيب سيد علي ذراع جريده الخبر في عنوانها المتعلق بالبكالوريا تقول انه التلاميذ ضحيه صراع في اعلى هرم السلطه، يعني هل وصل الصراع في اعلى هرم السلطه الى المنظومه التربويه نفسها وخاصه امتحان البكالوريا؟ لا اعتقد ان اخطر من الصراع في اعلى، الصراع موجود على كل المستويات الان. صراع من اجل الوجود، من اجل تسيير المجتمع بطرق عصريه، بطرق نظاميه، بطرق حضاريه. بطريقه ان المجتمع يشارك في تسيير اموره بنفسه. لكن السلطه الحاليه وبكل الزمر اللي موجوده، الكلون اللي موجود على مستوى اعلى السلطه، تتصارع من اجل اشياء اخرى. كل وحده تحاول تنجب نفسها مبرر للبقاء في السلطه بعد ان انتدب هذه السلطه او تزول هذه السلطه، فتحول محلها هي. هذا فعلا موجود، هذا الصراع تكلمنا فيه عده مرات، سواء هنا في المغاربيه او في عده قنوات، أن الصراع حقيقي داخل أعمدة السلطة. لكن أن يوصل بنظام الحكم أن يفشل في تسيير امتحان من امتحانات المعروفة في الوطن وهي امتحان البكالوريا، يفشل في كيفية تنظيمه، يفشل هذا النظام، ليس المسؤول عليه، اتفقوا مليح، ليست المسؤولة عليه فقط الوزيرة، الوزيرة عندها جزء من المسؤولية، لكن نظام الحكم، الحكومة كلها كانت مجندة لإنجاح البكالوريا، وكل وسائل الدولة تتوضع من أجل إنجاح هذا الامتحان. لأن الأولياء ينتظرون نجاح الأبناء، والأبناء ينتظرون هذه المسابقة اللي تعتبر مسابقة، ينتظرون كيف يمرون إلى مرحلة أخرى من حياتهم الدراسية، وتفشل للأسف وتضرب. ومن جهة ثانية هناك مصداقية المنظومة الجزائرية،
منظومه نظام الحكم بالنسبه للمؤسسات التربويه والدوليه، بالنسبه للمؤسسات الاخرى العالميه اللي تسير قطاع التربيه والتعليم والثقافه، فهناك مصداقيه تصبح العديد. طيب فما معنى هذا الفشل؟ طيب سيد علي الآن جريدة الحياة تتحدث على احتمال إلغاء البكالوريا وتنظيم دورة أخرى في شهر جويليا، هل يعني تحليلا من خلال المعطيات المتوفرة، هل فعلا الحكومة متجهة تجاه هذا القرار إعادة البكالوريا في شهر جويليا القادم؟ والله اعتقادنا كل الحلول صعبة، كل الحلول المطروحة الآن على نظام الحكم ليست فقط على الحكومة، لأن القرار يتخذ أعلى من الحكومة، القرار تأجيل أو مراجعة أو إلغاء يتطلب قرار من رئيس الدولة، من رئيس الجمهورية، ونظرا للوضع الحالي اللي تمر به الجزائر، مهما يكون هذا القرار هو قرار صعب، تقبل بهذه النتائج، ما هي مصداقية هذه المنظومة في الاتجاه الدولي، ما هو ردود الفعل بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على هذا التزوير، ما هي كيف يقبلون الآباء، مصداقية البكالوريا هذه السنة في الميزان وكيفية تسييرها في الميزان، وأتمنى من المجموعة المسؤولة عن الحكم أن يكونوا حكماء في تسييرها، أن يكونوا عقال في تسيير هذا الوضع، لا يفجروا الوضع بأخطاء ثانية، لا يتجهوا لتفجير الوضع بتنظيم وضع أو بحل وضع. طيب سي علي نمر للمحور الثاني، طبعا امتحان البكالوريا هو الموضوع الرئيسي الذي تحدثنا فيه حتى في الأيام الماضية، وسنحاول طرحه كذلك في حلقة الحدث اليوم للوقوف على حيثيات أخرى دائما تتعلق بهذا الموضوع الهام. الموضوع الثاني المطروح في الصحافة الجزائرية اليوم وهو يتعلق بما يحصل داخل تنسيقية الأحزاب المعارضة، جريدة الحوار تتحدث في حوار طبعا مع جلالي سفيان اللي هو رئيس حزب جيل جديد، في حواره يقول أن أعضاء من التنسيقية تلاعبوا بالرأي العام، وذكر أنه السبب هي التشريعيات القادمة، هناك من يريد أن يشارك وهناك من يريد أن يبقى في هذه في التنسيقية بعيدا عن المشاركة مع السلطة في أي استحقاق وفي أي مناسبة قادمة. ما تعليقك يعني الآن السؤال المطروح على مستقبل هذه التنسيقية وأي يعني إن صحت العبارة وأي رسالة تقدمها للرأي العام للشعب الجزائري الذي يأمل في معارضة قوية تساهم في مكافحة وفي معارضة النظام بقوة وبتلاحم كذلك؟ شكرا، هذا مهم كذلك، هذا موضوع مهم جدا، كنا تناقشنا لما تشكلت هذه الهيئة. نعم. وكنا تركنا المبادرة على أساس أن المبادرة تتجه نحو إيجاد صيغ وميكانيزمات لطرق معارضة نظام الحكم وكيفية مراقبة تسيير المال العام والشأن العام من طرف نظام الحكم، والاتجاه للمواطنين أو للمجتمع أو للشعب لإخبارهم بالتجاوزات التي يقوم بها نظام الحكم فيما يخص التصرف في المال العام والتصرف، لكن للأسف لحد الآن هذه التنسيقية وهذه الهيئة واللي نتمنى لها النجاح، كل النجاح على كل حال، لان المجموعه كلها اصدقائنا وكلهم عندهم نيه خالصه، للاسف بقوا متقوقعين حول موضوع واحد وهو كيفيه المشاركه في الانتخابات وكيفيه هل نشارك او لا نشارك، واذا نشارك كيف نشارك، ولكن ليس لهم برنامج وطني، برنامج حقيقي لمشروع مجتمع، لمشروع كيفية بناء المجتمع وكيفية بناء معارضة حقيقية بعيدة كل البعد عن العنف. ليس لهم هذا، همهم الوحيد بحد الآن، وأنا نتأسف لهذا الطرح، لأن التشكيلة الموجودة في هذه التنسيقية تشكيلة صعبة المسار، فيه اليساري واليميني، فيه الإسلامي والليبرالي، وفيه يعني فيها
مجموعة مختلطة ولم يتطرقوا للب الموضوع. طيب، ما هو لب الموضوع؟ سيد علي، عذرا على المقاطعة، طبعا الوقت ضيق، لكن الرأي واضح، واضح بالنسبة خاصة لهذه التنسيقية. طبعا تتمنى لها المواصلة والنجاح، لكن السؤال دائما حول أسباب استمرار هذه التنسيقية متوفرة. ماذا سيؤثر خروج سفياني جلال؟ كيف سيؤثر على عمل التنسيقية وعلى المواصلة؟ هل سيعود؟ سيتراجع؟ واضح أن هناك أسئلة كثيرة. في النهاية ما يحصل ليس في صالح التنسيقية بالتأكيد، إنما يضعف من قوة هذه التنسيقية ومن ورقة الضغط التي كانت بيدها. أختم معك مباشرة بالموضوع الثالث في عجالة. جريدة الوطن الجزائرية عادت الحديث عن حادث أليم في لغوات، 33 قتيل و22 جريح في حادث سير في الطريق، وحادث يعني فظيع نظرا لهذه العدد القتلى حسب الوطن، وفي أرقام أخرى تتحدث على أن القتلى ربما حتى يفوقون الأربعين. يعني الطريق يعود يقتل مرة أخرى، مسؤولية من؟ مسؤولية المسؤول على القطاع هذا، طرقات وغيرها، وزارة الأشغال العامة، أم المواطن نفسه الذي لا يحترم كذلك قوانين الطرقات؟ ولو خليني نترحم على هذه الضحايا، الله يرحمهم ويجعلهم في الجنة إن شاء الله، لأن ليس لهم ذنب مساكين. لكن المشكل هو مشكل مطروح، مطروح وطنيا. طرقات يوميا تأتي الأخبار، وأخبار يعني محزنة، أنه طريق يحصد أموات يوميا، وهذه متسبب فيها المجموعة الوطنية ككل، فيه المواطن، الافراط في السرعه، اكيد الافراط في السرعه وعدم احترام اشارات المرور، المواطن هو المسؤول عليها. لكن من يقع تطبيق القانون بصرامه؟ هي الدوله، هم المسؤولين على هذه الطرقات. من يوضع الطرقات في امن وامان؟ هي الحكومه، هم المسؤولين على الدوله. الوزارات مسؤوله على امن الطرقات من صيانة وغير ذلك، ومن أمن وغير ذلك، ومراقبة السرعة وغير ذلك. فوسائل الدولة هي التي تقوم بتطبيق القانون وتطبيق الردع لمن يخرج على القانون. لكن قبل الردع لابد من احترام هيئات الطريق أو مؤشرات الطريق، لابد من احترام الطريق، أن يكون قانوني، وان واضح توضع الاشارات الطريق الى غير ذلك. طيب، فالمسؤوليه مشتركه. مسؤوليه مشتركه، نعم. شكرا جزيلا لك سيد علي ذراع، المستشار الاعلامي، كنت معي من الجزائر عبر الهاتف. والان الى الصحف التونسيه والزميل غفران الحسيني. مرحبا غفران. اهلا زميلي سمير، تحيه اليك والى كافه الساده المتابعين. نسأل جولتنا في الصحافة التونسية بخبر مبادرة رئيس الجمهورية الذي يسيل كثيرا من الحبرية في اليومين الأخيرين، حيث عنونت الشروق: بعد مبادرة رئيس الجمهورية سيناريوهات وفرضيات الحكومة القادمة. كتبت الصحيفة أن مبادرة رئيس الجمهورية حول حكومة وحدة وطنية أثارت جملة من التساؤلات من الناحيتين السياسية والقانونية، كما تراوحت ردود الفعل أيضا حول مدى وجاهتها وكيفية تنفيذها على أرض الواقع. وتطرقت الصحيفة إلى الزاوية الدستورية الصرفة التي لا يوجد فيها أي نص قانوني يسمح لرئيس الجمهورية بتغيير الحكومة من تلقاء نفسه أو اقتراح تكوين حكومة أخرى مهما كان شكلها، حتى وإن تعلق الأمر بحكومة وحدة وطنية. إلا أن ذلك حسب الصحيفة يرجع إلى رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية عفوا، باعتباره رمزا من رموز الدولة وفق الفصل 79 من الدستور، إذ يتمتع رئيس الجمهورية بكونه رمز الوحدة الوطنية وضامن لاستقلال الدولة واستمراريتها، إلى جانب ما يمثله من رمزية لدى التونسيين بحكم ما يقوم به من مساع لتنقية المناخ السياسي، كما أنه الرئيس الوحيد المنتخب من قبل الشعب من بين الرئاسات الثلاث.
وقد تطرقت الصحيفة إلى موقف محسن مرزوق الذي قال أن المقصود بمبادرة رئيس الجمهورية حكومة وحدة اجتماعية بتشريك الاتحادين هي فقط، في حين رأى الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي أن مشاركة الاتحادين اتحاد الأعراف واتحاد الشغل في الحكومة القادمة ليس بالضرورة عبر حقائب وزارية، وقد يكون ذلك عبر وحدة وحوار وطني. نفس الموضوع تناولته صحيفة الصباح حكومة الوحدة الوطنية المناورة، هكذا عنونت الصحيفة، حيث رأت أن البعض وفق ردود أفعالهم يرون أن أولوية التي ذهب إليها رئيس الجمهورية في استبعاد توافق قائد السبسي والغنوشي على ما أعلنوه، حيث رأى أن من الصعب أن تنخرط حركة النهضة في هذا التمشي الذي يذهب إليه رئيس الجمهورية، فتطابق مبادرة قائد السبسي مع مخاوف حركة النهضة من أنصار حكومة الإنقاذ، في حين أن هناك إحراج للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يستدعيه رئيس الجمهورية مباشرة للدخول في الحكومة بما يفقده زخمه الاجتماعي ومطالبه النقابية. نفس الموضوع تناولته صحيفة الصباح في حوارها مع نور الدين البحيري قيادي في حركة النهضة تحت عنوان لسنا في حاجة لتغيير حكومي بل اتفاق على تهدئة الأوضاع وتقاسم الوضعيات، حيث رأى نور الدين البحيري في موضوع الحكومة الوطنية أن البلاد ليست في حاجة إلى تغيير الحكومات بل هي في حاجة إلى نخبة واعية بخطور الوضع في البلاد، لأن تجربة الانتقال الديمقراطي مهددة والبعض لا يعي الوضع الخطير الذي تمر به البلاد وتحتاج نخبة مؤمنة بطريق النجاح ووحدة القوى الوطنية جميعا فضلا عن توفير استقرار الأمن والمجتمع. ختاما صحيفة الضمير في نفس الموضوع وتحت عنوان تصدر الصفحة الأولى حسين العباسي ندعم مقترح حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن مشاركة الاتحاد من عدمها، حيث نقلت الصحيفة على لسان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي قوله وتأكيده أن مبادرة رئيس الجمهورية حول تكوين حكومة وحدة وطنية لم تفاجئ الاتحاد من حيث الإعلان عنها، لكن لم يكن الاتحاد على علم بالمبادرة أو بمحتواها أو من خلال تصريح رئيس الجمهورية. وحول دعوة الاتحاد للدخول في هذه الحكومة قال العباسي أن الاتحاد يدعم المبادرة لكن لا يمكنه المشاركة في هذه الحكومة. هذا زميلي سمير أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا جزيلا لك زميل غفران الحسيني على مدنا بأهم العناوين في الصحافة التونسية، وبهذا نأتي إلى نهاية قالت الصحف، أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.